بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. حصتنا النهاردة بتتحدث عن درس من دروس القراءة، وهو اسمه وعنوانه رحلات تاريخية. من عنوانه هنعرف ان احنا قدام درس شيق، وان شاء الله باذن الله هنبسط واحنا بنقراه وبنشرحه، وفي نهايه ان شاء الله الدرس المفروض نكون استفدنا العناصر اللي موجوده قدامنا. ان احنا نميز بين العصور اللي عرفتها مصر، ان احنا نتحدث عن اهميه موقع مصر الجغرافي، نقرا الموضوع قراءه سليمه، نذكر جهود الشيخ رفاعة الطهطاوي في الحياة المصرية، وهنعرف مين الشيخ رفاعة الطهطاوي من خلال دراستنا للدرس، نستنتج الدروس المستفادة من الدرس. بداية نبدأ بالفكرة الرئيسية للدرس، مولد رفاعة الطهطاوي ومسيرته العلمية. رفاعة في فرنسا، أهم كتبه، أهم أعماله ووفاته. الدرس اللي احنا بنتكلم عنه من الدروس اللي بتجمع ما بين السيرة الذاتية لشخص معين وهو رفاعة الطهطاوي، وما بين التاريخ المصري وعظمة التاريخ المصري وعظمة أولاده. نبدأ بالفكرة الأولى، وهي مولد رفاعة الطهطاوي ومسيرته العلمية. نشوف بقى الشيخ رفاعة يتحدث ويقول إيه. هل تعرفني أنا الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، رائد من رواد التنوير؟ وعلى يدي بدأت مصر مسيرتها نحو التقدم في مجال الترجمة والنشر. كان ميلادي عام 1801 ميلاديا في طهطا بسوهج، ولما بلغت عمر 16 عاما التحقت بالجامع الأزهر ودرست فيه اللغة العربية والدين الإسلامي. تمام، يبقى دلوقتي بنتحدث عن الشيخ رفاعة الطهطاوي، وهو رائد من رواد التنوير. يعني ايه؟ يعني من الناس اللي قامت على ايديهم صحوة للتقدم بمصر بعد ان كانت هناك عصور من الجهل والتخلف. طبعا وده الطبيعي في حياة كل دولة، ان الدولة احيانا بتيجي عليها بعض العصور اللي بتبقى فيها بعض الجهل وبعض التخلف، لكن سرعان ما يعود مرة أخرى أولاد مصر بها ويلحقوا بها بركب الإيه؟ التقدم، لأن طبعا أولاد مصر يحبوها ويخافوا على تاريخها العظيم، أن يقال أنه في يوم من الأيام كانت هناك عصور من الجهل. على يديه بدأت مسيرة مصر الجديدة طبعا نحو التقدم في مجال الترجمة والنشر. ولد الشيخ رفاعة عام 1801 في طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، عشان كده سميناه الشيخ رفاعة الطهطاوي. ولما بلغ عمره 16 عاما التحق بالجامع الأزهر ودرس فيه اللغة العربية والدين الإسلامي. من اهم الحاجات اللي احنا نعرفها ان احنا في العصر ده، ما بين الحقبة الزمنية في القرن 19 ده، الحقبة الزمنية ما بين 1801 او ما قبلها حتى 1900، كان معظم الناس ما فيش مدارس، فما بيودوش اولادهم مدارس، فكان الناس الكبار الباشوات والناس دول بيبعثوا يجيبوا اساتذة من بره علشان يعلموا ولادهم الاتيكيت والعزف واللغات. لكن اهل مصر بقى، ودايما لان هم بيميلوا نحو العاطفة الدينية، فكان في حاجة اسمها كتاتيب. الكتاتيب دي اولاد، كان كل انسان بيعلم ابنه بيحفظه قرآن من خلال الكتاب ده، وبعض مبادئ الحساب والقراءة والكتابة والقراءة، زي ما احنا شفنا قبل كده اللي انتم خدتوه في سنة ستة علي مبارك. ما هو كان علي مبارك برضو قريب الشبه في حياته برفاعة الطهطاوي، لكن علي مبارك كان
مش إمام مسجد لكن علي مبارك كان مهندسا، لأنه دخل مدرسة المهندس خانة زي ما احنا عارفين. لكن في النهاية هما الاثنين كانوا يحبوا مصر وكانوا يريدوا ويتطلعوا إلى أن تتقدم وتلحق برغبة التقدم اللي كان وصل الدول الأوروبية. القرآن التحق بالجامع الأزهر وهو عمره 16 عام، فدرس فيه اللغة العربية والدين الإسلامي. نيجي هل للمعادي بقى، تعرف؟ رائد يعني قائد وزعيم، والجمع رواد ورائدون، ورادة والمضاد تابع، التنوير التبصير والتوعية، والمضاد التضليل. أنحاء نحو يعني ناحية، والجمع أنحاء. الترجمة البيان والتوضيح، والمراد نقل الكلام من لغة إلى أخرى، والجمع التراجم. بلغ وصل، التحق انضم إلى، والمضاد تخرج في. رقم 2 رفاعة في فرنسا، هنشوف بقى الشيخ رفاعة وبعد فين. تخرجي أرسلني محمد علي باشا على رأس دعفة من 40 شابا من المتفوقين إلى فرنسا لأكون إماما لهم في الصلاة. درست اللغة الفرنسية وترجمت مبادئ العلوم إلى اللغة العربية، ألفت كتابا اسمه تخليص الإبريز في تلخيص باريس. تمام، يبقى هو هنا احنا عرفنا ان هو ايه، التحق بالجامع الازهر فاصبح شيخا بالجامع الازهر. بعد تخرجه ارسله محمد علي الباشا على راس بعثه من 40 شابا من المتفوقين الى فرنسا. احنا عارفين ان علي مبارك ارسل على راس ضمن بعثه سافرت الى فرنسا لاستكمال تعليمها، ده علي مبارك. لكن رفاعة الطهطاوي ذهب مع هذه البعثة ليؤمهم في الصلاة، لأنه كان يؤم الناس في الصلاة أو يصلي بهم، ولكن هو انتهز هذه الفرصة وبدأ يدرس اللغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدته في ترجمة مبادئ العلوم إلى اللغة العربية. يبقى هو لم يكن مجبرا أن يتعلم اللغة الفرنسية، لأنه هو بيؤم مجموعة الشباب المصريين في الصلاة، ولكن شغفه وحبه لهذه اللغة وطبعا معرفته بالقرآن الكريم وبالدين الإسلامي، ومعرفته أن القرآن الكريم حثنا على القراءة وحثنا على العلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عرف لغة قوم أمن مكرهم، فبالتالي حب ان هو يوسع مداركه ويزيد من ثقافاته وعلمه ويتعلم اللغة الفرنسية اللي افادته بعد ذلك، وكانت جزء كبير من اهتماماته. نيجي للمعاني، اكمل اتم دراسته، رأس مقدمة والجمع رؤوس وارؤس، بعثة هيئة ترسل في عمل مؤقت، والمراد بعثة دراسية والجمع بعثات. خلي بالكم البعثات موجودة لحد دلوقتي يا ولاد، الناس او الولاد اللي بيتخرجوا ومتميزين بيرسلوا الى بعثات لاستكمال دراستهم علشان يقفوا على اهم واكثر الطرق الجديده والتكنولوجيا الحديثه في البلاد المتقدمه، ليكون لهم اماما. الامام الشيخ الذي يصلي بالناس، والجامع ائمه. اغتنم يعني انتهز، والمضاد ضيع. يبقى انتهز الشيخ رفاعة فرصة وجوده في فرنسا، متعمقة يعني دقيقة، والمضاد سطحية، ساعدته على ترجمة مبادئ العلوم إلى اللغة العربية. مبادئ يعني أسس، والمفرد مبدأ. نيجي لأهم كتبه ونقرأ هو نسمعه. وبه ملاحظة عن شوارع باريس ونظام أرصفتها وتنسيق أشجارها وأزهارها وجد الناس واجتهادهم في العمل. عدت إلى مصر لأعمل مدرسا للترجمة. ترجمت كثيرا من الكتب في مجال الهندسة والعلوم العسكرية، وأسست أول صحيفة عربية تصدر في مصر
هي الوقائع المصرية. تمام، يبقى احنا هنا الشيخ رفاعة الطهطاوي كتب في هذه الرحلة اللي استغرقت 5 سنوات كتاب اسمه تخليص الإبريز في تلخيص باريس. تخليص يعني تنقية وتصفية، والإبريز هو الذهب الخالص. يبقى هو بينقي الذهب من في ملخص للحياة في باريس. يعني هو بيقول ان انا بجيب لكم عصارة خبرتي في باريس على طبق من ايه؟ ذهب. انا بقول لكم ايه الحاجات الكويسة اللي انا شفتها في باريس علشان تتمسكم بها. وده اللي كان دايما يحصل يا ولاد، ان احنا لما بنسافر لبعثات وبنرجع علشان نطبق الحاجات اللي احنا شفناها في الدول الأوروبية، بنأخذ منها ما يناسب عاداتنا وتقاليدنا وديننا ونترك ما لا يناسبهم. خلاص تمام. فعمل ايه؟ كتاب مليء بالملاحظات الدقيقة التي لفتت انتباه الشيخ رفاعة الطهطاوي في شوارع باريس ونظام الأرصفة والتنسيق الأشجار والأزهار، وكمان جد الناس واجتهادهم في العمل. ناس مجتهدة بتعمل دون أن يكون عليها إيه؟ رقيب. طيب، استغرقت يعني استمرت، تخليص يعني إخراج وكشف وتنقية، الإبريز الذهب الخالق، تلخيص اختصار وإيجاز، والمضاد تفصيل وإطناب، باريس اللي هي باريس عاصمة فرنسا. وهذا كتاب مليء بالملاحظات، الملاحظات اللي هي التعليقات والمفرد الملاحظة، لفت جذب وأثار، والمضاد صرف، ونظام يعني جمع أنظمة، نظم وأنظمة، تنسيق يعني تهذيب وتنظيم، وجد اجتهاد وسعي، والمضاد كسل. نيجي لدوره في الترجمة، أهم أعماله، دوره في الترجمة. أهم أعماله احنا عندنا 3 حاجات، دوره في الترجمة، دوره في الصحافة، ودوره في الأثار، في مجال الأثار. يبقى احنا عندنا هنا له أدوار كثيرة في مختلف المجالات. طيب، دوره في الترجمة، عاد الشيخ رفاعة إلى مصر ليعمل مدرسا للترجمة. معنى كده إن هو فرق معاه تعلمه للغة الفرنسية، حيث أنه حينما عاد إلى مصر عمل مدرسا للايه؟ للترجمة. فكان اول مترجم مصري قام بترجمة كثير من الكتب في مجال الهندسة والعلوم العسكرية. منهم برضو خلي بالكم ان علي مبارك عمل نفس الايه؟ اللي عمله رفاعة الطهطاوي، لكن كان رفاعة الطهطاوي سبقه من قبل. كما وضع معجم المصطلحات العلمية الحديثة، واستحق عن جدارة أن يكون مديرا لمدرسة الترجمة المعروفة حاليا بكلية الايه؟ الألسن. كلمة عاد يعني رجع، والمضاد رحل وغادر. وضع ألف وأعد، معجم، كل كتاب يضم مفردات لغوية، المفردات يعني الكلمات اللغوية، كلمات مثلا اللغة العربية مرتبة ترتيبا معينا مع شرح المفردات. يعني هو عاملين زي ايه؟ معجم كده، بكتب حسب ترتيب اللغة الأبجدية الهجائية، وبشرح معنى هذه الايه؟ المفردات، وذكر ما يقابلها في اللغات الأخرى والجمع المعاني. المصطلحات العلمية الحديثة وتحقق عن جدارة، جدارة يعني استحقاق، والملقب المعروفة بكلية الألسن، المراد اللغات والمفرد اللسان. الألسن اللي هو اللسان، فيحن احنا لما بيقول كلية الألسن أي كلية اللغات، إن كل لسان يختلف عن الإيه؟ عن الآخر. ده بالنسبة لدوره في مجال الترجمة. دوره في مجال الصحافة، أشرف الشيخ رفاعة على تحرير المجلة العسكرية باللغتين العربية والفرنسية، وأسس أول صحيفة عربية تصدر في مصر واسماها الوقائع المصرية. طيب، هل كان رفاعة الطهطاوي يستطيع أن يقوم بمثل هذه الأشياء
إذا كان الوالي رافض لذلك، لا طبعا الوالي محمد علي يعتبر رائد النهضة الحديثة في مصر. رائد النهضة، مش رائد عملية التنوير، لا رائد النهضة الحديثة في مصر. يعني إيه؟ هو اللي قاد مصر إلى النهضة في الفترة دي، لأنه هو أنشأ مطابع، أنشأ مصانع، أنشأ وزي ما بنقول قام بعمل نواة لجيش نظامي. يعني ايه جيش نظامي يا ولاد؟ يعني احنا كان قبلها ما كانش عندنا جيش محدد، يعني كان عندنا جنود، والجنود دول ممكن يتحركوا وقت ما هم ايه حابين اذا امرهم احد، واحيانا كانوا بيبقوا من المماليك، ما كانوش بيبقوا من اهل الايه البلد. لذلك علي محمد علي بدأ يعمل جيش نظامي، جيش من اهل الايه البلد، ويعمل جعل التجنيد اجباري. وبالتالي مش بس كده، ده كان احيانا ياخد الولاد من اهاليهم ويقعدهم مثلا 10 12 13 سنة علشان يعودهم النظام والالتزام والايه والحياة الخشنة، علشان كان عاوز يقيم جيش قوي. وبالتالي وفعلا اصبح الجيش جيشا ايه قوي. اشرف رفاعة الطهطاوي على تحرير المجلة العسكرية، المجلة العسكرية باللغتين العربية والايه والفرنسية. والمجلة العسكرية دي كانت تهتم بشؤون العسكرية في مصر وفي الدول الأخرى علشان نستفيد إيه منها. وأسس أول صحيفة عربية تصدر اسمها الوقائع المصرية، أول صحيفة تسمى الوقائع المصرية يا أولاد، ودي حتى الآن هي الجريدة الرسمية لمصر، اسمها الوقائع المصرية. طيب يعني إيه جريدة رسمية وهي فين بتتشرع أو بتتباع فين؟ لا هي جريدة رسمية يعني بينزل فيها كل القوانين والقرارات المهمة من قبل الدولة. موجودة فين بقى؟ أحيانا ما بتبقاش موجودة مع بتوع الجرايد، لا هي بتبقى موجودة في الهيئة العامة للكتاب بكل أعدادها. أنت لو محتاج أي عدد من أعداد الوقائع المصرية بتبقى موجودة من على شكل مجلدات أو شكل مجلات كده، كل مجلة بتاريخ. ودي الوقائع المصرية. أشرف يعني تولى وتعهد تحرير كتابة وإصدار، أسس وضع أصل البناء وأنشأ والمضاد هدم صحيفة جريدة والجمع صحف وصحائف، الوقائع الأحوال والأحداث والمفرد الوقعة والواقعة. دوره في مجال الآثار، كان يعد الشيخ رفاعة أول عربي أنشأ متحفا. يبقى أول حد أنشأ متحف كان هو الشيخ رفاعة. طيب أنشأه فين؟ أنشأه في فناء مدرسة الألسن التي كانت نواة لأول متحف للآثار في مصر. في مصر طيب عمل إيه؟ خطط لجمعها وصيانتها وتحول الفناء إلى متحف للآثار المصرية. أنشأ، أسس وأقام والمضاد هدم المتحف، مكان التحف والجمع متاحف، خطط رتب ورسم وحدد صيانة حفظها وحمايتها والمضاد إهمالها، فناء ساحة والجمع أفنية، نواة جوهر وأساس والجمع نواة ونويات. يجي لوفاته، وفي عام 1873 رحل عن دنيانا الشيخ رفاعة رائد التنوير في العصر الحديث. يبقى كده الشيخ رفاعة كان رائدا للتنوير للتوعية والتبصير في العصر الحديث، ولم يكن بشكل مباشر، هو كان بيترجم الكتب ويترك من يريد أن يقرأها، ومن يريد أن يتعلم، ومن يريد أن يتثقف. وبالتالي كان بيحاول أن هو يرفع مستوى الناس في مصر علشان يستطيعوا أن يطالبوا بحقوقهم. رحل يعني مات.
من أهم إفهامات رفاعة الطهطاوي عمل مدرسا للترجمة، ترجم الكثير من الكتب في مجال الهندسة والعلوم العسكرية، عمل مديرا لمدرسة الترجمة المعروفة حاليا بكلية الألسن، وضع معظم المصطلحات العلمية الحديثة. دي التدريبات. طبعا التدريبات بنبدأ بالتدريبات المقالية وبعد كده نقرأ الاختيار من متعدد. من هو رائد التنوير ولماذا لقب بذلك؟ رائد التنوير هو مين؟ تمام، الشيخ رفاعة الطهطاوي. لقب بذلك لأنه قاد البلاد منذ 170 عاما في مجال الترجمة والنشر لبداية نهضتها الحديثة. خلي بالكم النشر والترجمة، كان بيترجم وينشر، يترجم وينشر عشان كل الناس ايه تقرأ. طبعا ما كانش في زمان لا موبايلات ولا كمبيوترات، كان ممكن ان انا مثلا احملها بي دي اف ولا حاجة، لا، كانت المفروض ان كل انسان يحتاج الى كتاب يذهب الى المكتبة لايه. ما المجال الذي تميز فيه رفاعة الطهطاوي في مصر في مجال الترجمة والنشر؟ متى ولد رفاعة واين؟ ولد عام 1801 في طهطا بمحافظة سوهاج بسعيد مصر. متى التحق بالجامع الازهر؟ التحق وعمره 16 عاما. اين تلقى الشيخ رفاعة تعليم اللغة العربية؟ في الجامع الأزهر. لماذا أرسل رفاعة إلى فرنسا ومن الذي أرسله؟ أرسل ليكون إماما لطلاب البعثة في الصلاة، والذي أرسله هو محمد علي باشا. كيف اغتنم رفاعة الطهطاوي فرصة سفره؟ اغتنمها بدراسة اللغة الفرنسية دراسة متعمقة. ما الفائدة التي عادت على الشيخ رفاعة من دراسة اللغة الفرنسية؟ ساعدته في ترجمة مبادئ العلوم إلى اللغة العربية. استطاع ان هو يعمل يترجم كثير من العلوم إلى اللغة العربية علشان يستفيد أهل الوطن بهذه الترجمات. كم استغرقت رحلة رفاعة في فرنسا وما الذي لفت انتباهه؟ استغرقت الرحلة 5 سنوات، ولفت انتباهه شوارع مدينة باريس وأرصفتها ونسيق أشجارها وأزهارها، كما لفت انتباهه جد واجتهاد أهل هذه البلاد. نقول تاني إن هي استغرقت كام سنة؟ 5 سنوات. إيه اللي لفت انتباهه في شوارع المدينة واللي خلاه يكتب كتابه تلخيص الإبريز في تلخيص باريس؟ وكان اللي هو شوارع انتباه شوارع مدينة باريس وأرصفتها، تنسيق الأشجار والأزهار، كما لفت انتباهه جد واجتهاد الناس وأهل هذه البلاد. ما اسم الكتاب الذي ألفه رفاعة الطهطاوي؟ تخليص الإبريز في تلخيص باريس، وهو كتاب مليء بالملاحظات الدقيقة للحياة في فرنسا. ليه؟ طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده، الشوارع وأرصفتها والأشجار والأزهار وهكذا. ما الوظائف التي شغلها رفاعة بعد عودته إلى مصر؟ عمل مدرسا للترجمة، مديرا لمدرسة الترجمة المعروفة بكلية الألسن. بأي مجال اهتم رفاعة في الترجمة؟ اهتم رفاعة بترجمة الكثير من الكتب في المجالات العلوم الهندسة والعلوم العسكرية. طبعا هو كان إمام، فما كانش له في الهندسة أو في العلوم العسكرية. أمال هو كان بيعمل إيه؟ هو كان مجرد مترجم، حتى لو مش فاهم الكلام اللي بيقوله، لكن هو ترجمته لهذه الكتب أفادت المهندسين والعسكريين. ما أهم أعمال رفاعة في مجال الصحافة؟ أشرف رفاعة على تحرير المجلة العسكرية باللغتين العربية والفرنسية، أسس أول صحيفة عربية تصدر في مصر وسماها جريدة الوقائع المصري. ما مدى اهتمام رفاعة بالآثار المصرية؟ يعد رفاعة الطهطاوي أول عربي ينشئ متحفا للآثار المصرية
كما أنه خطط لجمع هذه الآثار وصيانتها، وقام بتحويل فناء مدرسة الألسن اللي هي قلنا كلية الألسن إلى نواة لأول متحف للآثار المصري. متى توفي رفاعة؟ توفي عام 1873 عن عمر ناهز 72 عاما. والدروس المستفادة من الدرس: الاقتداء بالشخصيات الناجحة زي علي مبارك ورفاعة الطهطاوي، الاطلاع على الثقافات الأخرى، أي ثقافة أخرى لما نطلع عليها يا أولاد إحنا بنزود من معارفنا ومداركنا ومعلوماتنا وثقافتنا، علشان بيتزداد ثقافة مع ثقافتنا الأخرى. اغتنام الفرص التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع، ننتهز الفرصة اللي تجيلنا حتى لو ما كانتش لها فايدة لنا ولكن فايدة للمجتمع، ما فيش مشكلة، لكن يا أولاد هي الفائدة بتعم سواء لنا أو للمجتمع. العمل على تقدم الوطن ورقيه. كده نبقى خلصنا الجزء بتاع الأسئلة المقالية. وعاوز أقول لكم إن محمد علي كان واليا على مصر بعد خلع والي اسمه خورشيد، واللي خلعه برضو الشيوخ الأزهر اللي كان لهم منزلة عظيمة في هذا الوقت. ولما خلوا محمد علي هو الوالي، محمد علي أصبح شغوفا ومهتما بكل صغيرة وكبيرة، لذلك كان بيتحرك كتير وبيروح كتير وبينقل كتير وبيخرج كتير، لذلك كان دايما يشوف يتحرك في الأماكن اللي يعرف يجيب فيها، يعني كان بيخرج ويشوف الأماكن اللي هي تستحق التطوير، الأماكن اللي تستحق إن هي تتحدث، وخاصة الناحية العسكرية والناحية الهندسية، علشان يطور من مصر في المجالات المختلفة، وزي ما قلت ان هو رائد النهضة الحديثة في مصر اللي هو محمد علي. كان الطهطاوي اول مترجم قام بترجمة كثير من الكتب في مجال الطب ولا الفلسفة ولا الفلك ولا العلوم العسكرية، العلوم العسكرية. يعد رفاعة الطهطاوي اول عربي انشأ متحفا لايه؟ الأحياء المائية ولا الغواصات البحرية ولا الطائرات الحربية ولا الآثار المصرية؟ تمام، هي الآثار المصرية. وضع الطهطاوي معجم البلدان، المصطلحات العلمية الحديثة، لسان العرب، اللغة العربية المعاصرة. المصطلحات العلمية الحديثة. عمل الطهطاوي مديرا لمدرسة ترجمة المعروفة حاليا بكلية ايه؟ كلية الحقوق ولا الألسن ولا دار العلوم ولا التربية؟ كلية الألسن. رائد من رواد التنوير في مصر: طه حسين، رفاعة الطهطاوي، محمد علي باشا، ابن سينا. احنا قلنا ان محمد علي رائد، هو يعني رائد النهضة الحديثة في مصر، النهضة في كل المجالات، لكن التنوير كان على رفاعة الطهطاوي لأن هو بدأ يترجم كثير من الكتب. أسس رفاعة الطهطاوي أول صحيفة عربية تصدر في مصر وأسماها اللواء الشعب الوقائع المصرية المحروسة. الوقائع المصرية. الكتاب الذي ألفه ليصف فيه فرنسا وأحوالها هو مناهج الألباب المصرية، المرشد الأمين، تخليص الإبريز في تلخيص باريس، قطوف الأدب في معرفة كلام العرب. تمام، هو تلخيص الإبريز في تلخيص باريس. نيجي بقى السؤال الصح وغلط، إجابة صح وخطأ. تساعدنا الترجمة على معرفة ثقافات الأمم الأخرى. الإجابة
تمام. وانا قلت لكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عرف لغة قوم امن مكرهم. دي دعوة ان احنا نتعلم اكتر من لغة. خلي بالكم احنا دايما اللغات اللي احنا بنجهلها بنبقى ما احناش عارفين الناس بتقول ايه، دي مدح ولا ذم ولا هم بيقولوا ايه. لذلك انا المفروض ان اطور من نفسي، ودلوقتي احنا طبعا في المدارس كمان بنقدر ان احنا ندرس اكتر من لغة، سواء اللغة الانجليزية او الفرنسية او الالمانية او الايطالية، اي حاجة من الحاجات اللي انتم بتحبوا تختاروها بتقدروا تدرسوها. انشأ رفاعة الطهطاوي اول جريدة عربية واسمها الوقائع المصرية. الاجابة صحيحة. تمام. قلت لكم ان الوقائع المصرية دي موجودة لحد دلوقتي، وبينشر فيها كل ما هو جديد من القوانين والقرارات الرسمية للدولة. درس رفاعة الطهطاوي مبادئ اللغة الفرنسية بالأزهر الشريف. هاي اللغة الفرنسية، ايه رأيكم؟ ايوه طبعا درسها في البعث، يبقى الإجابة خطأ. كان لرفاعة الطهطاوي مجال السبق في علوم الفلك، ايه رأيكم؟ لا طبعا الترجمة والإيه والنشر، يبقى الإجابة خطأ. نيجي بقى لشكل السؤال في الامتحان. شكل السؤال بيبقى في الامتحان بالشكل ده، بيجيب لي فقرة أو جزء صغير من الدرس وبيجيب لي أسئلة عليه وبيطلب مني إن أنا أحلها. معنى كلمة جدارة مهارة إشارة استحقاق، اللي هي موجودة استحق عن جدارة أن يكون مديرا لمدرسة، الترجمة تبقى استحقاق. مضاد الحديثة القوية ولا القديمة ولا الفانية؟ تمام القديمة. طيب نيجي بقى لجاب سؤال صح وغلط للشيخ رفاع الفضل في العلوم الفلكية، ايه رأيكم؟ كان سؤال من ضمن الأسئلة اللي احنا جاوبناها قبل كده. لا هو طبعا كانت علوم الايه، النشر والترجمة، يبقى الإجابة هنا خطأ. كانت تجربة الشيخ رفاعة في السفر ناجحة ومتميزة، ايه رأيكم؟ تمام الإجابة صحيحة. ليه؟ لأنه هو اغتنم الفرصة ودرس اللغة الفرنسية التي استطاع من خلالها ترجمة كثير من الكتب التي أفادت ايه، أولاد وطن. ما الفرصة التي اغتنمها الشيخ وفيما ساعدته؟ اغتنم فرصة السفر وتعلم اللغة الفرنسية مما ساعده في ترجمة مبادئ العلوم إلى اللغة العربية. نيجي بقى للفقرة بتاعة النحو. شباب مصر أعظم ثروة نفخر بها، وهم يدركون أن الوطن ذو فضل عليهم، وإن يتقدم الشباب في عملهم أو علمهم يرتفع قدر وطنهم، ويعرف الشباب بين الناس بأخلاقهم وحبهم لوطنهم، والعلم يجعلهم مخلصين لله وللوطن. طبعا هو الكلام بنتحدث عن شباب مصر اللي هو برضو بيبقى ناجح وبيتقدم وبيحاول إن هو يجعل مصر دائما متقدم. واحنا بنشوف يا اولاد اي شاب سافر من خلال بعثة بيرجع تاني لمصر علشان يفيدها بكل اللي هو ايه عمله في الخارج، زي احمد زويل، زي مجدي يعقوب، زي فاروق الباز، زي مصطفى السيد. كل الناس دي يا اولاد سافرت الى الخارج وتعلمت ودرست، ثم بعد ذلك رجعت إلى بلدها لتفيدها وتفيد أبنائها. وزي ما بقول لكم كانوا بقى بيبدأوا إن هم ياخدوا مجموعة من الإيه؟ من المصريين، يعتبروا نواة لهذه الإيه؟ الثقافات المتجددة، يعلموهم بقى وهم يعلموا غيرهم، وغيرهم دول يعلموا غيرهم، وبالتالي تنتشر التقدم، ينتشر التقدم والرقي في الوطن كله. إعراب كلمة مصر شباب مصر، خبر ولا مفعول به ولا مضاد مضاف إليه؟
مضاف إليه. الفعل يدركون مرفوع بإيه؟ بالضمة، حذف النون، ثبوت النون. الفعل يدركون فعل من الأفعال الخمسة. طيب تعالوا كده نشوف تعريف الأفعال الخمسة. هو كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طب هو متصل بإيه هنا؟ واو الجماعة. طيب إعرابه يرفع بإيه وينصب بإيه ويجزم بإيه؟ يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. لذلك كلمة يدركون هنا ليس قبلها لا ناصب ولا جازم، وبالتالي هي مرفوعة بثبوت النون. ذو اسم إشارة ولا من الأسماء الخمسة ولا اسم موصول؟ ذو، إن الوطن ذو فضل عليهم، يعني صاحب فضل عليهم. وإعرابها يا أولاد خبر أن. تمام، يبقى هي اسم من الأسماء الخمسة مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. نيجي لأسلوب شرط، وإن يتقدم الشباب في الميم يرتفع قدر وطنهم. طيب أنا عندي فين أداة الشرط هنا؟ إن يتقدم. تمام، فعل الشرط مجزوم علامة جزمه الإيه؟ السكون. يرتفع، تمام، فعل مجزوم وعلامة جزم السكون ايه؟ ايضا فعلا لازما عندك يتقدم. فعلا مبنيا للمجهول يعرف ونائب الفاعل الشباب. من يرضى بالقضاء يفوز بالجنة صوب الخطأ، هتبقى من يرضى من غير الياء بالقضاء يفوز بالجنة. طيب يرضى هنا يا أولاد مجزوم بحذف حرف العلة، وبعد كده بحط فتحة على الضاد لتدل على الحرف المحذوف. يفوز منصوب بإيه؟ تمام، بالسكون. طيب احنا حذفنا الواو ليه؟ زي ما احنا متعودين. أيوة، لعدم التقاء ساكنين. يبقى كده احنا في وضحنا الرحلات التاريخية اللي على مدار تاريخ مصر، وهذه الحقبة اللي كان الولاة بيهتموا بسفر الطلاب المجتهدين حتى يقوموا بنقل الحضارة إلى بلدنا مصر حتى تتقدم وترتفع وتصبح في ركب البلاد المتقدمة. احنا كده خلصنا حصتنا النهاردة. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم من حصتنا واستفدتم من الدرس الجميل بتاع رحلات تاريخية اللي بيوضح لنا أهمية وعظمة أولاد مصر وأهمية موقعها الجغرافي. وبكده نبقى أنهينا حصتنا. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في المرة القادمة، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.